مشاهدينا الكرام، تحياتي لحضراتكم من محافظة المنوفية. نتابع مع حضراتكم أهم الإنشاءات الجديدة التي قامت بها مبادرة حياة كريمة. نتحدث عن هذه القرى الكبيرة داخل المحافظة، حوالي 81 قرية دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة. دكتور محمد فوزي وهو عضو في هذه المبادرة بمحافظة المنوفية، اطلعنا على مزيد من التفاصيل عن ما تم إنجازه وما سيجرى إنجازه في الأوقات القادمة. دكتور محمد، بعد تحية، يعني لو بنتحدث عن أهم المشروعات اللي تم تنفيذها داخل محافظة المنوفية، ما هي المستهدف داخل محافظة المنوفية تحديدا؟ هل في آلية خاصة لهذه المحافظة، يعني اللي بها عدد سكان كبير وكثافة سكانية كبيرة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. في الأول احنا شرفنا أن تكونوا معنا هنا في محافظة المنوفية. بصراحة مبادرة حياة كريمة، حجم المشروعات والإنجازات اللي تمت من خلالها في محافظة المنوفية يخلينا نقول إن المبادرة تعتبر أكبر مشروع حظت به المنوفية من عهد طويل جدا جدا. المشاريع اللي بتتم هنا في محافظة المنوفية بتتم في مجملها في ثلاث محاور. المحور الأول وهو محور البنى التحتية، وده مختص أو بيشمل عمليات مد خطوط المياه والصرف الصحي، وكمان مد خطوط الغاز الطبيعي لأماكن محرومة من الخدمات دي، بالأخص الغاز الطبيعي. كان في المركزين اللي هم داخلين في المبادرة هنا في المحافظة، أشمون وشهداء، يعتبروا من المراكز اللي كانت محرومة من الخدمة دي. كمان الصرف الصحي، دي كانت خدمة محروم منها قرى كتير جدا هنا في محافظة المنوفية. وبرضو المياه الصالحة للشرب، كان في معاناة كبيرة جدا هنا مع ناس أو مع نسبة كبيرة من قاطني المحافظة. ده فيما يخص محور البنى التحتية. عندنا كمان في محور بناء الإنسان، وده محور مهم جدا جدا، بيتم من خلاله عدة مشاريع، من أهمها بناء واستكمال بناء بعض المدارس اللي كانت المحافظة محتاجاها، نظرا لأن المحافظة تعتبر من المحافظات اللي بتشهد كثافة عالية جدا للطلبة. تم في المحور دوت بناء الكثير من المدارس، وفي مدارس أخرى تم استكمال أجنحة كانت ناقصاها. كمان في نفس المحور في محور الاهتمام بالشباب اللي هو يتبع محور تنمية الإنسان، وده تم فيه العمل على إقامة بعض مراكز الشباب والملاعب الخاصة بالشباب، علشان يكون مكان للشباب إن هم يفرغوا فيه طاقاتهم ويمارسوا فيه هواياتهم. وده برضو كان يعتبر مطلب مهم جدا جدا هنا في محافظة المنوفية. كمان عندنا في المحور المجتمعي، وده بيشمل مشاريع زي المشروع اللي احنا واقفين قدامه النهاردة، اللي هو بيتم فيه إقامة بعض المجمعات الخدمية. المجمعات ديت بيكون الهدف منها هو ان يكون في كل قرية في مكان يستطيع من خلاله المواطن ان هو يحصل على الخدمات اللي بيسافر للمدن والمراكز علشان يحصل عليها بدون ان هو يعاني مشقة السفر. المراكز الخدمية ديت بيكون موجود فيها أماكن أو مراكز اللي هي الشهر العقاري والتموين والبريد المطور والوحدات المحلية والمجالس المحلية، بحيث أن تماثل المركز التكنولوجي اللي بيكون موجود في المدن وفي المراكز، بحيث أن مواطن القرية ما يتعبش وما يعانيش أنه هو يقدر يحصل على الخدمة بتاعته. دكتور محمد فوزي، عضو مبادرة حياة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الإيضاح وهذه المقابلة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، هي جهود متكاملة ما بين المجتمع المدني وما بين الدولة المصرية لتتكاتف هذه الجهود لتحقيق أهداف سامية، وهو هدف يعني حياة كريمة للمواطنين وارتفاع بمستوى المعيشة، وأيضا تقديم خدمات على مختلف المستويات، سواء كانت الصحية أو التعليمية أو على مستوى البنية التحتية.